لأن هذه النتيجة تصعد بنادي حرس الحدود للدوري الممتاز بعد غياب شهور قليلة جدا 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 عن طريق نفس الراجل نفس المدير الفني هو محمد مكي. أدي إسلام سمير بيعدي من الجناح اليمين لعب المؤمن عوض، مؤمن عايز يعمل العرضية بيعدل نفسه يعمل العرضية، ضربة الراس خطيرة جدا، ممكن الأول ممكن الأول 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 الأول، يا سلام يا سلام، العرضية عالمية والرأسية مية مية، والهدف يفرح أبناء اسكندرية، أبناء اسكندرية عملوها، حرس الحدود عملها وكلمته قالها وأحرز أول أهداف اللقاء. فين؟ في الدقيقة 25، شوف عرضية مؤمن عوض، شوف العرضية الذكية، العرضية اللي بتتكلم، العرضية اللي بتقول يعني يقول لها روحي بتروح، العرضية من ناحية اليمين، شوف عد الوضع جسمه وهي جياله كده عشان يعمل العرضية من لمسة واحدة وعشان يقابلها. جلال الشرقاوي بضربة راس على شمال حارس المرمى، حاول فيها حاول فيها ايمن رجب. ادي اللعبة مرة تانية، واشوف بقى عد الوضع جسمه وهي جياله، ادي العرضية من ناحية اليمين، وادي ضربة الراس للغير مراقب جلال الشرقاوي، طلع بضربة راس، هل دخلت في الاول ولا ايه؟ دخلت في الاول، خبطت فيه حارس المرمى ودخلت وتخطت خط المرمى. محمود ممدوح راس حربة وابو جودة جناح شمال، يعني 4-3-2-1، 3 في الارتكاز، مصطفى جمال حامد الجابري ومحمد القط قدامهم، اسلام سمير يمين وشمال محمود ابو جودة وراس الحربة محمود ممدوح. هذا طبعا بخلاف الرباعي بتوع خط الظهر مؤمن عوض ابراهيم القاضي خالد سامي واحمد شديد اناوي، بينما نادي سبورتنج 4-2-4 دلوقتي بيلعب بأربعة في الخط الأمامي، عمر حبشي والسويسي ورزق عبد الحليم وشريف شيشي. اتنين وستين دقيقة من عمر اللقاء، تقدم حرس الحدود على نادي سبورتنج 1-0 بالهدف اللي جابه جلال الشرقاوي في الدقيقة 45 من عمر اللقاء. رامي تماس من ناحية الشمال لنادي حرس الحدود، هذه اللعبة اللي فاتت كان بيرجع كده لكن في الفاول على مدافع نادي سبورتنج في اللقطة اللي فاتت، ورمي تماء وضربة حرة لنادي حرس الحدود، راح لها بقى مؤمن عوض باك اليمين اللي عجبني جدا الحقيقة من نادي حرس الحدود، من اللاعبين المميزين مؤمن عوض هجوميا ودفاعيا، هو صاحب الاسيست وعامل تغطيات دفاعية رائعة، تعلق الكرة على حدود المنطقة وادي الخطأ 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 والعقاب مش فوري، العقاب مش فوري يا ابو جودة يا ابو جودة يا ابو جودة، هدية مجانية على حدود منطقة الجزاء، وابو جودة بكل روح رياضية بيرفض الهدية، وتصويبة ار 2 برجله الشمال، ولكن 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 الدقة الدقة يا ابو جودة الدقة يا ابو جودة جنب القايم اليمين لحارس المرمى وتبقى ضربة مرمى. هنا يجيبها على طول نادي سبورتنج والمرتدات السريعة، عبد الحليم لمؤمن أمامية جوه المنطقة، السويسي لو عدى لو عدى لو عدى لو عدى ما يعديش ما يعديش، مدافع مخضرم مدافع مقدرم اسمه ابراهيم القاضي، ابراهيم القاضي يا سلام يا قاضي يا سلام يا قاضي، مدافع خبير مفيش كلام، ابراهيم القاضي يعني كان تألق تألق في صفوف نادي اتحاد الشرطة لو تفتكروا حضراتكم لما كان اتحاد الشرطة موجود في الدوري الممتاز، عرضية ركنية جوه منطقة الجزاء ولكن التشتيت على طول موجود، تطول يجيبها تاني سبورتنج، خطيرة خطيرة ضربة الراس، هدف التعادل هدف التعادل بالتخصص بالتخصص، المدافع الهداف المدافع الهداف طارق سيد صاحب 24 عام، اللاعب القادم من سموحة بيسجل الهدف الثالث ويأكد ويقول انه هدف ثالث ليه هذا الموسم في الدورة الرباعية، الهدف الأول لسبورتنج هدف التعادل، والهدف الثالث ليه في الدورة الرباعية، هداف الدورة الرباعية هو قلب دفاع نادي سبورتنج، يا سلام يا سلام، هو ده الكلام طارق سيد، والعرضية عالمية والرأسية مية مية، وهدف يفرح أبناء اسكندرية، شوف العرضية عرضية البديل، هنا لمست في مؤمن عوض وغيرت اتجاهها. لمست في مؤمن عوض وغيرت اتجاهها، طارق سيد عملها وكلمته قالها واحرز الهدف الاول لنادي سبورتنج، يا سلام يا سلام، حلو يعني الصعود، 4 دقائق تعني الكثير لنادي حرس الحدود، الحفاظ على 1-1 المهمة الاسهل، تسجيل 2-1 المهمة الاصعب بالنسبة لنادي سبورتنج، مفيش كلام، حرس الحدود عايز مبسوط كده مرتاح كده، مش عايز يزود ويضعف الرصيد، لكن لو زود وماله، لكن هو اهم حاجة بالنسبة له دلوقتي يعطل اللعب، يطول زمن الهجمة زي ما حضراتكم شايفين.
شايفين كده، بدل ما الكرة توصل هنا تاخد لها 10 ثواني بدل 3، الثواني بتعدي 3 دقايق ونص على نهاية. هنا بقى طبعا بالتأكيد يعني ده مشجع سكندري، ده مشجع سكندري لمين؟ لنادي سبورتنج بالتأكيد، لأنه متضايق زعلان مش قلقان، بس أمامية طويلة على حدود منطقة الجزاء، ضربة الرأس يطلع دفاع نادي حرس الحدود، مصطفى جمال خطيرة، كورة تصويب تصدي، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تصدي هايل هايل، دفاع استبسال من القاضي ودفاع نادي حرس الحدود. فالنتين أودو بيعمل أمامية طويلة جدا في الجناح اليمين عند محمود ممدوح، عدى ممدوح، هدف الضمان، هدف الاطمئنان، انفراد انفراد انفراد، ممدوح ممدوح، هدف الضربة القاضية الفنية، الضربة القاضية الفنية، هدف الضربة القاضية الفنية، عملها الهداف، عملها القناص، وأحرز الهدف الحداشر ليه في بطولة الدوري، 10-9 أهداف في بطولة دور القسم الثاني ألف، وهدفين في الدورة الرباعية، وهذا هو أغلى الأهداف، هذا هو أروع الأهداف. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الفرحة، شوف الجمال، شوف الهدف، هدف الضربة القاضية الفنية. الناس نزلت، المباراة لسه ما خلصتش يا جدعان، المباراة لسه ما خلصتش، كل الناس افتكرت ان الهدف خلاص، لكن شوف بقى هنا، شوف هنا انفراد يجيب الدوري، انفراد يصعد للدوري الممتاز، وانفراد يضيع دوري ممتاز من احمد حمدين لاعب نادي سبورتنج. يا سلام عليك يا ممدوح، ادي الانطلاق وادي الانفراد بوش رجله الخارجي عمله،